قدم مركز سلمان الثقافي عددا من البرامج المتميزة ضمن برنامج أجيال 2030 الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الناشئة. شارك فيه 400 طفل بواقع 550 فرصة تدريبية، حيث تم تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة من خلال تلك البرامج، حيث نفذ الأطفال المشاركون فيها مجموعة من المشاريع التي تتماشى مع شعار هذا العام. مشاريع متميزة وأفكار ممزوجة بذكاء لافت كشف عنها برنامج 2030 الذي يطرحه مركز سلمان الثقافي للعام الثالث على التوالي من خلال معرض استعرض فيه الأطفال المشاركون المشاريع التي قاموا بإنجازها على مدار شهر كامل، حيث تم التركيز في هذا الموسم على أهداف التنمية المستدامة والأسلوب الأمثل للتعبير عن مفاهيمها. برنامج أجيال 2030 الحمد لله السنة نقدمه للسنة الثالثة على التوالي. هذا البرنامج نقدمه في الصيف للفئة العمرية من عمر 9 إلى 14 سنة. فالحمد لله السنة قدمنا حوالي 24 برنامج، قدرتنا الاستيعابية حوالي 550 مشارك. قدمنا برامجنا الصبح وعصر، عندنا من الاختراعات الأمور اللي سووها المشاركين في العلوم اللي هو المعماري الصغير في منزلنا مهندس، عندنا الفنون، أنتجنا السنة الحمد لله قصتين للأطفال من رسوم الأطفال نفسهم، ما كان لنا أي تدخل فيه، وحتى القصة نفسها من تأليفهم أهما. في هذا الموسم قدم المركز مجموعة من الأنشطة تميز الطلاب المشاركون فيها بأدائهم العالي، ومن بين تلك البرامج أكاديمية الفنون والتي تولت فكرة تعريف الطلبة بأهمية أهداف التنمية المستدامة وكيفية توظيفها من خلال أعمالهم الفنية بطرق مختلفة ومتميزة. عندنا وايد أنشطة مختلفة في كرتون ستيديو، نعلمهم فن الرسم الكرتوني أساسياته، لأن غالبا الرسم الكرتوني سهل وبسيط حق الياهل، بس إحنا ركزنا في مركز سلمان بالذات في البرنامج هالصيف إن الياهل يرسم قصة، مو بس يرسمها، يألفها، يعني يطلع الفكرة من مخه، هو يرسم أحداثها، شلون البوزيشن مال الشخصيات يكون، غلاف القصة، التلوين، يعني from A to Z. فالياهل تكفل بكل شيء، من سوينا جروبات بعدين اخترنا من الكلاس كامل قصتين اللي هم كانوا الأفضل وطبعناهم وكان شغل وايد حلو. الأطفال المشاركون في البرنامج قدموا مجموعة من المشاريع الفنية والتكنولوجية والهندسية التي لفتت أنظار الحضور، خصوصا وإنها ظهرت بشكل متقن وجميل. استفدت من مركز سلمان شلون أرسم وألون على الصحون والملاعق وشلون أرسم على اللوحات. استفدنا من إن إذا عندنا أشياء قديمة ومو نستخدمها في البيت نقدر نصنع فن منه وإن نعيد تصنيعها ونسوي شيء حلو من وجميل منه. برنامج المعمار الصغير تعلمت شلون أنظم الأماكن الشوارع والإشارات عشان ما يكون في لخبطة في الشوارع، الناس تكون كلها منظمة. مجموعة من الورش التدريبية قدمها المركز تناولت عددا من الأفكار المتقدمة والمتطورة التي سلطت الضوء على أهمية التنمية المستدامة بهدف إعداد جيل من الناشئة لاطلاع ومعرفة واسعة بكافة القضايا المتعلقة بهذه الأهداف. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.